عادي انت خلاص خلاص. اسمعي اسمعي هاي. لا خلاص خلاص. المرة واحدة طبخت لجوزة خبيزة. ايه. تاني يوم طبخت له سبانخ. ايه. تالت يوم طبخت له ملوخية. ايه. رابع يوم قالت له جوزي ايش تريد اطبخ لك؟ قال لها ما في داعي برعى لحالي. وبه. كفك. حلوة. بس عن جد مو معقول انت. منين بتجيبوا هدول النصوح؟ عن جد مو معقول. تعالي. شو عم تسوي؟ اسمعي. خلص بعد اقدر. والله اسمعي. بزمانه في واحد صرصور كان لي عايز سيارة صرف الصحي. وعصيح حيوب الشباب واقف. قالوا ايش ما بتعيط عليه؟ قال له ابن الحرام شفط المرا. وبه. اسمعي. لا مو معقول عن جد مو معقول انت منتصر. منين عم تجيبوا هدول النكات؟ هلا بتعرفي مذاكرة قدم شلون فيق ابنه مش هيجيب خبز؟ يا بابا من البنزين جو خمسة ما يسكر فرن يخسر سكر غميين تحسي ربطة الخبز ضربت بالعارضة. شو هاد يا أدري لك شو هالابن الخال اللي عندك بياخد العقل ليه ما عرفنا عليه من زمان؟ هذا أبو خالتي هذا منتصر فردي ما له أخت. بجنن مو معقول يا منتصر شو ظريف انت. اسمعي. ايه المرة لح منتصر اشبا الصلاق فلتت فرشت معلاق فرد برا لك عيب يا منتصر ايش بدها تقول عليك البنت هلا بعدين ضروري تساوي لي حالك شري شبلة كراكوز انت بدك تضحك الناس علينا دي بقى ايش بقى قصة يعني ايش حكينا ايش فيها طلع المخلوقة ما شاء الله ايش هاد تنشرق شرق الله وكيلك اول ما شفت قلت هاي هي حشيشة قلبي هاي هي ما شاء الله طول وجمال وخف الدم وطيبة قلب وهي القصة هاي نادرة الأيام مش بقى حلاوة وجمال وخف الدم وطيبة قلب هزار اسمه هزار يا بو لح صاري ساعة ماشي معه ما سألت عن اسمه ايش هذا ما شاء الله هزار حلو الاسم ها منتصر وهزار يدعونكم ما لحضور حفل قرانكم ما حلوة ما منتصر بدي انصحك نصيحة أخوية ايش هي؟ من ابن خالي لابو خالته هاي البنت مالك مصلحة فيها طاول بعيد عنا أحسن لك ليش؟ لأنه بيني وبينك البنت مخطوبة دي بقى لك مش ما عم بقول لك لا ايش عم تحكي؟ صار لي ساعة ماشي معه وهي عم تحكي لي قالت لي بعد ما تنسينا أنا ما أنا مخطوبة بعدين إذا مخطوبة وين محباس؟ ما يلبس محباس؟ لك صحيح ما في محباس بإيدها لأنه مبارحة بالليل علقت مع خطيبة علقة مسخطة وزتت له المحبس بنص وجهه بخالتي؟ ليش زتت له المحبس بنص وجهه؟ لك أشبك أنت أشبك بدك تتشاقك بحمة المحرقة لسه البيضة مين باضة والدجاجة مين جابة لك خيو البنت مخطوبة وبتحب خطيبة وما وأصول تستغل إنه هي وياه متقاتلين مشان تدخل على الخط بعدين والله ما تدرى خالته نازلي أمك إنك عم تستغل ظروف العالم وتخرب بيوتهم والله لا تزعل منك ميكين صح ولا أنا غلطان؟ خلاص خيو ما بقى لي مصلحة كل مرة بتعمل هيك كل ما حطيت عيني على وحدة بتروح تشكيها الماما وبه في هي أول مرة بحياتي بعمل فيه عمل خيري وشوفي الله دخيل اسمه كافاني عليه فورا وبعث لي منتج تبناني من غامض علمه امجد راح بدون ما يقول لي لك حتى ما عرض علي يوصلني مع اني انا مشيت كل هالنا شو كرمانه شوفي اصبع رجلي كيف تورم صبايا شفتوا لي شيء منتصر العمى هذا وين اختفى مين هذا منتصر لك ليكون من خالته لأدري هذا الغليظ بالله غليظ أزار يلا روح الوين خليه ينتظر